صباح فل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه خاصه وجديده وتاريخيه من برنامج يلا يا اهلي. حلقه النهارده ان شاء الله هنتكلم فيها عن ماتش بايرن ميونخ في نص نهائي كاس العالم للانديه. فريقنا النهارده واحد من الاجيال الذهبيه في تاريخ النادي الاهلي، بتلاعب بايرن ميونخ على مباراه التاهل لنهائي كاس العالم للانديه. ماتش النهارده ده ان شاء الله هيكون اول ماتش رسمي بين النادي الاهلي و فريق بطل دوري ابطال اوروبا. احنا قبل كده كتير لعبنا ابطال دوري ابطال اوروبا وكان لينا نتائج جيده جدا معاهم، لكن النهارده هو اول مباراه رسميه. التجارب اللي قبل كده كانت وديه والحقيقه قدرنا نادي فيها بشكل كويس جدا في الماتشات اللي لعبناها دي، منهم بايرن ميونخ نفسه اللي سنه 77 كسبناه 2-1 وكان سجل وقتها الكابتن محمود الخطيب اللي متواجد النهارده كرئيس للنادي الاهلي ورئيس لبعثه النادي في قطر اللي بيمثلنا في مونديال الأندية. وكمان قدرنا نكسب قبل كده ريال مدريد بهدف دون رد في مباراة القرن الشهيرة كانت على استاد القاهرة، لكن دي كانت ماتشات ودية. النهاردة بقى مباراة وتجربة حقيقية وقوية جدا قدام بطل الثلاثية والخماسية كمان فريق بايرن ميونخ. حقيقة فرقة البايرن فريق مرعب جدا، واي حد يسمع اسم البايرن لازم يتخض، واللي مش هيتخض ده يبقى مش عايش معانا على الكوكب. لكن الناحية التانية احنا بنتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي بعيدا يعني عن الهزار والضحك اللي قعدنا نضحكه من بعد ما اتأكدنا ان احنا هنلاعب البايرن بعد ما كسبنا الدحيل في المباراة اللي فاتت بهدف دون رد، واتأكدنا ان احنا هنلاعب بايرن ميونخ كله قاعد يهزر ويقلش على ان النادي الاهلي هيشيل وهيخسر وهيتعمل الحفلة والكلام ده كله. لكن الحقيقة بقى لو جينا نتكلم بجد وعلى الورق كده، النادي الاهلي فرصه قائمة في الفوز بالمباراة، 90 دقيقة 11 راجل بيلعبوا 11 راجل، وكلنا ثقة في لاعبتنا ان هم يقدوا مباراة كبيرة جدا قدام البايرن. طيب لو جينا نتكلم على ماتش النهارده وحظوظ البايرن طبعا اللي هي هتكون كفته ارجح بحكم كل حاجه، ان هو بطل اوروبا وان هو فرقه قوامها دلوقتي متماسك وبتمر بحاله طيبه جدا من حيث ان هي ما بتخسرش بقالها فتره طويله وبيأدوا بشكل قوي، وعناصرها معظمها عناصر شابه بعد عمليه الاحلال والتجديد اللي حصلت في الفرقه من غير ما نحس كده بعد تعثر في بدايه الموسم اللي فات، لكن كورونا فرقه بايرن استفادت منها بشكل قوي جدا، وهانز فليك قدر ان هو يطلع احسن حاجه عند لعيبته الصغيرين، وقدر يعوض بقى اعتزال او رحيل روبن وريبيري نجوم الفرقه الكبار. واحد من اهم نجوم بايرن ميونخ دلوقتي هو روبرت ليفاندوفسكي اللي بيعتبر من اخطر مهاجمي العالم واحسن لاعب في اوروبا السنه دي، واحد من احسن لعيبه العالم في الفتره الاخيره. طبعا مراقبه ليفاندوفسكي هتكون صعبه جدا، وكمان الاربعه اللي بيجوا من تحتيه الاقوياء جدا اللي يعني الحقيقه ربنا يكون في عون لاعبتنا النهارده، لكن عندنا ثقه فيهم ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه كبيره ويشيلوا تيشيرت الاهلي واسم الاهلي، يوروا للعالم كله ان هو ده النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عنه بفخر دايما، وهو ده النادي الاهلي العظيم، وهو ده النادي الاهلي سيد افريقيا ونادي القرن والاكثر تتويجا في القاره السمراء. طيب بالنسبه لفرقتنا، فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو بقايمه كامله الحمد لله، يعني مفيش اصابات ولا غيابات من ماتش الدحيل. كان في كلام كده عن شويه اصابات خفيفه بعد المباراه، لكن كانت حالات اجهاد وتم التعافي، وطبيب الفريق اكد ان كل الفرقه جاهزه، والحمد لله حتى مسحه كورونا جت سلبيه والفرقه جاهزه. طيب لو هنتكلم النهارده عن النادي الاهلي، انا عايز اقف عند تصريح مستر بيتسو موسيماني اللي قاله في المؤتمر الصحفي قبل الماتش. مستر بيتسو الحقيقه قال حاجه مهمه جدا، قال ان مباراه النهارده هي هتكون مباراه صعبه جدا، لكن مش هتكون هي الاهم في تاريخ النادي الاهلي. طيب التصريح ده انا واقف عنده ليه؟ لان التصريح ده بيديني ايحاء لحاجه، ان مستر بيتسو رغم كلامه عن احترام البايرن وقوه البايرن وصعوبه المباراه طبعا، يعني اي حد هيشوف الماتش طبعا صعب جدا على النادي الاهلي، لكن الراجل شكله بيفكر في مفاجاه. المفاجاه ايه؟ ممكن نشوف الاهلي بيكسب بايرن ميونخ، ليه لا؟ احنا بنقول 11 لعيب بيلعبوا 11 لعيب ولاعيبتنا كلهم رجاله وعندنا ثقه فيهم، خلاص عدينا مرحله الهزار والضحك والتريقه، لكن دلوقتي احنا في مرحله الجد، هنلاعب بايرن ميونخ. طيب مستر بيتسو يقصد ايه بان دي مش اهم مباراه؟ توقعي يعني ان مستر بيتسو بيقصد ان هو ممكن يكسب بايرن ميونخ النهارده ويكون بيلعب في نهائي كاس العالم للانديه. طب الكلام ده لو حصل هيكون ايه؟ هتكون بالتاكيد هي دي اهم مباراه في تاريخ النادي الاهلي. طب خلينا نتكلم بقى على السيناريوهات السيئه،
يعني لو هنتخيل ان الاهلي النهارده لا قدر الله خسر باي نتيجه من بايرن ميونخ، فدي هتكون خساره ما بتقللش خالص من النادي الاهلي بطل افريقيا والاكثر تتويجا في القاره السمراء، والفريق اللي بيلعب في نصف نهائي كاس العالم للانديه للمره الثالثه من 6 مشاركات. طيب اسوأ سيناريو لو قلنا الاهلي خسر النهارده لا قدر الله باي نتيجه هيكون ايه؟ هيكون ان الاهلي بيلعب في مباراه ثانيه على تحديد المركز الثالث. يعني اسوأ سيناريو من الخساره النهارده هيكون الخساره واللعب على الثالث والرابع، والسيناريو الاسوأ كمان لو خسرناها هنكون رابع العالم. طبعا يعني لا قدر الله ده يحصل، لكن حتى لو ده حصل فالنادي الاهلي هيكون رابع العالم. احنا النهارده كلنا ثقه في فرقتنا وفي لاعيبتنا وكل الدعم ليهم، شاركونا بدعمكم للنادي الاهلي على هاشتاج معاك يا اهلي مين، وقولوا لنا انتوا بتتابعوا النادي الاهلي منين، وكل التوفيق للنادي النهارده ويلا يا اهلي.